شمعة جديدة توقدها يو تي في، وهي تواصل انطلاقها الفريد الذي وصل إلى كل بيت عراقي. 4 أعوام من الفرادة خلقت شكلاً جديداً لما يجب أن تكون عليه شاشة العائلة العراقية والإعلام الجديد. واجهت التحديات بالإصرار على رسالتها الأصيلة التي تستمدها من المجتمع بكل ألوانه وأطيافه، فكانت قناة للفرد وللجميع تثير النقاش وتثريه، وتنقل الصورة من الشارع وتعيدها بألوان الطيف العراقي. قناة ترفيهية لكنها لا تنفصل عن هموم الوطن ومواطنيه الذين من أجلهم ما تزال تحافظ على جودتها وأصالتها. تنطلق غرفة الأخبار وإياكم من هنا من العام 5 ليو تي في. كل عام وأنتم ويو تي في بخير وتألق. منذ اللحظة الأولى لانطلاقها، يو تي في سعت بكل ما تمثله من قيم المجتمع العراقي إلى تقديم محتواها الذي يليق بالشاشة والعائلة العراقية في البرامج الترفيهية وفي الدراما، وكذلك في الأخبار والبرامج السياسية. خدمة شاملة على مدار 24 ساعة، وتنوعاً حافظ على الأصالة والتميز. الزميل ناطق صلاح الدين يعرفنا عبر استوديو الأخبار التفاعلي على رحلة القناة خلال السنوات الماضية. قبل 4 أعوام كانت هذه اللحظات الأولى لانطلاق قناة يو تي في، قناة زاوجت بين المنصات الحديثة والتقليدية بمعايير البحث والحقيقة والدقة والتوازن لتضمن حق الجمهور في المعلومة والتحليل. فراغ وركود أرادت يو تي في كسره بما يليق بالعراقي بالشكل وطبيعة التناول. يو تي في تقدم نشرات إخبارية تغطي أحداث العراق وقصصه، إذ يريدنا الحدث من شبكة المراسلين وأجهزة البث المتأهبة بكل المدن أو الوكالات الرصينة، وكذلك الصحافة الأجنبية. الدقة لدى يو تي في أولوية، وغرفة الأخبار تنضج الحدث على نار هادئة وتتحراه قبل أن تبث لجمهورها. وعلى الرغم من التحديات التي يعيشها العراق، يعمل فريق الصحفيين في بيئة محفوفة بالمخاطر، وينفردون باقتناص حكايات مميزة ليرفدوا نشراتنا بأخبار خاصة لم يرها الجمهور هكذا إلا مع يو تي في. والخبر لا يتوقف في يو تي في عند هذا الحد، فبرامجنا السياسية اليومية تغوص في عمقه وتبحث مآلاته من خلال حوارات تقدمها نخبة الخبراء ويديرها نجوم التقديم التلفزيوني. للمقابلات واللقاءات الخاصة مساحة أيضا في برامجنا السياسية عبر حوارات خاصة واستثنائية وشهادات تاريخية تأخذ الحقيقة من أفواه من كانوا جزءا من الحدث. ونبدأ كل صباح برفقتكم في رحلة مشوقة وتنوع القصص والمواضيع المميزة ضمن برنامجنا اليومي صباحكم، ونحرص على تقديم محتوى يلامس اهتمامات واحتياجات شريحة الشباب، فنقدم لكم تغطية مميزة للأحداث الرياضية في هاتريك، ونستعرض أبرز البطولات بأسلوب مختلف ومشوق. أما برامج الطبخ في قائمتنا فتتألق بأفكارها اللذيذة والمبتكرة لتضفي طعماً مميزاً في يومكم. وكل أسبوع نستمع لآرائكم في برنامج يومايك، ونلقي نظرة على أبرز ما جاء في الصحافة العالمية والتقارير الدولية في برنامج أنت والعالم. أنت محور يو تي في ومركز اهتمامها، حيث لن تدخر جهداً لكسب المشاهد، الشاهد والشريك، محققة طفرات متتالية
دار ذلك مع المنافسة في عالم الدراما من خلال مسلسلات وأعمال من واقع المجتمع وشبابه الشريحة الأوسع. يو تي في بعد 4 سنوات نقطة تحول في فضاء الإعلام، وتسير إلى جانب طموح إدارتها الشابة التي تريد صورة نوعية ووطنية تليق ببلاد الرافدين. ومن الكواليس في غرف التحكم هذه تنطلق رحلة البث إلى العالم، إذ يضمن جنود مجهولون وصول ما يراه المشاهد على الشاشة باستخدام أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة، تنقل بأسلوب عرض لم يدخل الخدمة في أي استوديو عراقي بعد، في صورة كونها ورسمها فريق الإبداع ضمن هوية يو تي في البصرية. أما فريق التواصل الاجتماعي فيتولى مهمة ربط الشاشة بالجمهور على مدار الساعة عبر منصات النشر الرقمي وتطبيق يو تي في، إذ ينشر المقاطع والأخبار ومضة سريعة الواحدة والأخرى، ويقدمها بهوية حديثة ومحتوى نوعي عالي الجودة والدقة. الحلم الذي صار فكرة، والفكرة التي أصبحت ألواناً وأصواتاً وشكلاً عراقياً فريداً. عام خامس وشمعة أخرى توقدها يو تي في برفقة جمهورها الكبير الذي يمثل الحافز الأهم لمواصلة مشوارها في الطريق نحو إعلام جديد. أنت وأنت. أنت كان هاجساً قبل أن يتحول إلى مشروع إعلامي. بدأ ونمى وتطور انطلاقا من فكرة إنسانية تقول إذا أردت اكتشاف نفسك فابحث عنك في الآخرين. ومن هنا بدأت يو تي في رحلة البحث عن العراق في العراقيين. طاقة المشروع شبابية، ومادة القناة الأصيلة تنطلق من متبنيات الإعلام الجديد، لكنها ليست حكرا لفئة، إنها للجميع، خدمة ترفيهية وجادة أيضا تصل إلى كل البيوت العراقية في كل مكان، تمثل أصواتهم وتتبنى أحلامهم وتأخذهم إلى حيث لا يستطيعون الوصول. مؤسس يو تي في هو صاحب الرؤية التي تشكل هوية المشروع البصرية والخطابية، سرمد الخنجر الذي يقف على ضفة شباب العراق لكنه يلوح للآخرين بالانضمام إليه. فريق يو تي في أيضا هم كذلك على نسق هذه الرؤية وروحها، فيهم تنبض روح العراق، ومنهم ينطلق هذا النبض إلى العراقيين في شكل مادة إعلامية طالما كانت مثار إعجاب وجدل وروحا وقيمة، وثقت بهم القناة ووثقوهم برؤيتها. التشجيع على النقاش وطرح الأسئلة أهم ما تميزت به يو تي في منذ انطلاقها، الأسئلة التي كانت مخبأة في الصدور التي قد لا توجد إجابات عنها، لكن هناك بالتأكيد نافذة لسماعها وطرحها على الآخرين، كل الآخرين الذين يمتلكون ذخيرة الإجابة. هذا ما فعله رئيس مجلس إدارتها الشاب ونجح فيه عندما استطاع الحفر عميقا في مادة المجتمع العراقي ليخرج نفائسه، تماما مثل الحفر بحثا عن الذهب. إنها عملية شاقة، لكن المعدن الأصيل يستحق المحاولة والتجربة والاكتشاف. الاعتقاد كان قائما لدى كثيرين أن إعلاما احترافيا وصورة فريدة ومعالجات جسورة يمكن أن تصنع في مؤسسات إعلامية غير عراقية وأن تأتي من خارج العراق إلى داخله، فصنعت يو تي في بخلطة عراقية خاصة ما يفند هذه السردية ويصنع ثقة العراقي بذاته وإعلامه. 11354 يو تي في إذن ليست قناة فضائية على تردد معين فحسب، إنها مشروع يكبر كلما حانت ذكرى ميلاده. أنت فكرة أثبت مؤسسها ورئيس مجلس إدارتها وكادرها أنها مشروع لا ينتظرك لتعثر عليه من خلال جهاز ريموت، بل يرافقك في البيت وخارجه. يو تي في هي أنت والآخرين. لم يكن الطريق سهلا، وهذا ما جعل الرحلة مثيرة وممتعة، وأكد اليقين بحاجة العراق إلى صوت يمثل العراقيين، كل العراقيين، فكانت يو تي في. وإذ توقد شمعتها الجديدة فإنها تستذكر مع جمهورها الكبير أثرها وتأثيرها في الإعلام العراقي،
الزميلة فاطمة الملائكة تعرفنا عبر استوديو الأخبار التفاعلي على أثر القناة وتأثيرها في الإعلام العراقي. قبل 4 سنوات من الآن وتحديدا في ربيع 2020 كانت يو تي في لم تزل فكرة تشغل حيزا واسعا من النقاش حول الإعلام الجديد ومتطلباته ومواكبته ووصوله إلى العائلة العراقية والفرد العراقي بالطريقة التي يحب أن يشاهد فيها الشاشة في أي مكان وزمان. ومن هنا تحولت الفكرة إلى ألوان ومحتوى أريد له أن يليق بالإعلام العراقي الجديد، فكانت يو تي في بهويتها التي تعبر عن الفرد والعائلة. عندما انطلقت في ذلك الربيع كانت البيوت العراقية تزدحم بالقنوات الفضائية، وكان الهاجس هو الفرادة في تناول الموضوعات بكل أشكالها التي يتابعها المشاهد العراقي، والأصالة في المحتوى، فكانت دورتها الأولى ثراء ترفيهيا وقيمة اجتماعية سرعان ما حجز لها ترتيبا مفضلا على قوائم البث في العراق. ولأن الطريق لا يخلو من المتاعب، فقد نالت يو تي في نصيبها مما يتعرض له الإعلام المهني والمؤثر، فلم تمر سوى أشهر قليلة على انطلاقها حتى أصبحت القناة التي شهدت لحظة هزت العراق، وما زالت ارتداداتها قائمة حتى الآن. إنها لحظة اغتيال الدكتور هشام الهاشمي، أحد أهم الباحثين والخبراء في تاريخ العراق الحديث. لقد كان آخر حديث وظهور له على شاشة يو تي في في ذلك اليوم الذي اغتيل فيه، حينها كان الهاشمي ضيف غرفة الأخبار في نشرتها الرئيسية التي تتحدث في عامها الثاني. ولأن صوتها أصبح يصل إلى كل البيوت العراقية، أزعج ذلك مجميع لا تؤمن بإعلام حر وجديد، فوقع هجوم على مكتبها في بغداد، وقامت المجاميع المهاجمة بترويع كادر القناة وتهديد عدد من العاملين فيه. أثار الهجوم واقتحام مكتب يو تي في الرأي العام العراقي، وأدانت جمعيات ومراكز الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ذلك الاقتحام المسلح، ونشرت بيانات قالت إن تضييق محددات مساحات حرية التعبير والصحافة تتواصل من دون رادع، وأن مؤشرات حرية الصحافة المكفولة دستوريا ماضية في التدهور إلى مرحلة أخطر، وطلبت بفتح تحقيق بالحادث واتخاذ إجراءات حقيقية لمنع ترويع وتهديد الصحفيين والإعلاميين. ولأن الكراهية وإثارة النعرات الطائفية لا تمثل العراقيين والعراق، فقد انتهجت يو تي في سياسة لمكافحة هذا الخطاب والتصدي له. ولأن هذا الخطاب له من يثيره، فقد شنت حملة كبيرة من التهديدات ضد القناة وبرنامج الحق يقال الذي يقدمه زميل عدنان الطائي. لكن في مقابل ذلك أطلق ناشطون عراقيون حملة للدفاع عن القيم الإنسانية والاجتماعية التي تطرحها يو تي في وتدافع عنها. وقد حدث هذا في عيد ميلادها الثالث الذي شهد أيضا إيقاف برنامج مع ملا طلال من قبل هيئة الإعلام والاتصالات بعد حلقة ذاع صيتها في العراق والوطن العربي، عندما تناولت يو تي في قضايا فساد في مؤسسات رسمية. لم تكمل عامها الثالث حتى رسخت يو تي في صورة أنيقة في ذائقة المشاهد العراقي، وذهبت أبعد من ذلك عندما عبرت الدراما العراقية حدودا لم تكن تتجاوزها، وهذا ما أحدث فارقا في صناعة الفن والترفيه العراقي. ولأن الاختلاف لا يعجب الجميع، فقد تعرضت لحملة أخرى عندما بثت مسلسل الكاسر الذي يقدم قيمة فنية وسردية تحتفي بالتنوع الاجتماعي العراقي وتحترم تاريخه، لكن المترصدين لم يمنحوا أنفسهم فرصة اكتشاف هذا، فتوقف المسلسل عن العرض، وجدد هذا النقاش السابق حول الحريات واحترامها كما كفلها الدستور العراقي. أما مسلسل عالم الست وهيبة فهو الآخر لم يسلم من الضغوطات والمضايقات. في عيد ميلادها الرابع تستمر يو تي في بعطائها الذي لم يخفت منذ أول لحظة انطلقت بها في سماء الإعلام العراقي والعربي، وهي تعد مشاهديها بأنها ستظل صوتهم الذي يدافع عما يحبونه ويطمحون إليه. ومن كادرها هذه تحية جماعية لكل من وصل إليه صوتنا وصورتنا.
ننتقل الآن إلى جمهور يو تي في، حيث في النجف أثنى جمهور يو تي في على تجربة القناة المختلفة في مشوارها الإعلامي، مؤكدين سلوكها المصداقية والمعايير المهنية في الأخبار والبرامج. حقيقة أنا من المتابعين يو تي في، وكل ما تجي أنت تشوف يو تي في يعني أحمد مولا طلال أيقونة القناة. 4 سنين ترى هي مو فترة طويلة إنه تقدر خلالها تنجز هذا الإنجاز، وهذا شيء يحسب للقناة. نفس الوقت هذا الشيء يضع القناة مسؤولية كبيرة إنه تتابع بنفس المستوى ونفس الأداء. قناة يو تي في حقيقة هي قناة جريئة بالطرح، خاصة الطرح السياسي، وأنا كشخص كلش يعني أشجع هذا الشيء، لأن إحنا كمواطنين نحب إنه نتوعى بالهاي الأمور وهاي التفاصيل. يو تي في حقيقة ذات برامج سياسية جميلة، تطرح مواضيع كثيرة للمجتمع العراقي. بعض الأخبار اللي نلتقطها من القناة تعتبر من المصادر اللي جيدة ممكن في تناول المعلومات. أما المسلسلات فانطرحت بالفترة الأخيرة مسلسل عالم استوائب والكثير من البرامج اللي انعرضت. يو تي في من القنوات التي بدأت تتطور سواء من الناحية التقنية، من ناحية الإخراج، وأيضا من ناحية الأعمال. قناة يو تي في سويت طفرة أو تغير بالقنوات كإنتاج، كتصوير، كمخرجين، كمسلسلات. ألف مبروك على تأسيس القناة يو تي في، وطبعا نحب هواي برامج منها مثل عالم ست وهيبة، مثل مسلسل وطن. قناة متجددة، أتمنى أنه تكون مدرسة، توصل مرحلة المدرسة أنه تكون عربية أو دولية، يعني تكون بنفس الوقت أنه هي تحيينا الماضي. هذه السنة أحيتنا الماضي، طلعتنا عالم ست وهيبة. ونحن في يو تي في نعد الجمهور بتقديم المزيد إن شاء الله. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.